إسبانيا في مدريد، هذا أقصى ما يمكنه أن يعرفه الإعلام الإسباني في اتجاه المغرب. العلاقات المغربية الإسبانية موضوع كبير جدا، لكن مع الأسف في المغرب حتى النخب السياسية لا تهتم بهذا الموضوع، وهذا جزء من مواطن الضعف في المغرب. الكتاب حاول أن يقوم بنوع من تفكيك العلاقات المغربية الإسبانية منذ عام 1999، لأنها كانت سنة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث بوفاة الملك الراحل الحسن الثاني وتولي الملك محمد السادس الحكم في البلاد. كانت هناك رياح أمل كثيرة، كان هناك يعني تنبؤات بالتغيرات داخلية. طبعا بلدان الجوار كانت تترقب هذه التحولات التي يعرفها المغرب، وجود حكومة التناوب التوافقي بقيادة شخصية تاريخية كبيرة مثل عبد الرحمن اليوسفي، بوجود ملك جديد شاب طموح يرقى إلى تغيير صورة المغرب ووضعه في مصاف الدول الكبرى في المنطقة، وأن يجد له موقعا بين القوى الدولية لكي يقوم بدوره التاريخي الذي قام به المغرب منذ قرون. نجحنا ولله الحمد في ذلك في طيلة 20 سنة. إذن إسبانيا كانت تنظر بقلق وترقب لهذه التحولات التي يعرفها المغرب، وصادف ذلك أنه في إسبانيا كانت هناك حكومة يمينية متشددة ما زالت لديها تلك العقلية القديمة التي كانت موجودة، قرن وسطية موجودة لدى الإسبان عن المغرب كبلد فقير، بلد متخلف، بلد لا يأتي منه إلا الغزاة وعلى رأسهم طارق بن زياد ويوسف بن تشافين وجيوش الموحدين، ولا يأتي منه إلا الجنود الذين يحملون بنادق للدفاع عن جيش فرانكو في الحرب الأهلية في القرن العشرين. إذن الصورة كلها كانت ربما سلبية لدى هذه الشخصية السياسية ومحيطه، وهذا ما سيقودنا بطبيعة الحال إلى الاحتكاك في أزمة جزيرة ليلى، لأنهم كانت لديهم عقدة الأرض، وبالتالي بالنسبة إليهم حتى صخرة غير مهمة يعتبرها كورن باول وزير الخارجية الأمريكية بدون أي أهمية استراتيجية لا تستحق أن توقده وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاسيو آنذاك في الثانية فجرا، كانت بالنسبة لي أسنار بعقليته القديمة والقرن الوسطية والتي تعود إلى حروب الاستيراد شيئا أساسيا. إذن هنا أردت أن أجعل من هذه النقطة نقطة البداية لكي نفهم طبيعة هذه العلاقات أو طبيعة المسار الذي استخدمه العلاقات مع بداية القرن 21. عشنا الاصطدام الأول، عشنا اصطدامات متفرقة دبلوماسية في عام 2008 وبعدها، ثم عشنا الاصطدام الآخر الكبير في شهر مايو الماضي بسمح إسبانيا بدخول زعيمين فيصاليين إلى أراضيها. إذا المغرب الرسمي خصو يفتح هذا الملف وما يبقاش يعتمد على الأبواب اللي تستعمل اللغات التي يعتبرها إسبانيا ضده، هذه واحدة من الأساسيات. أولا تستحقون الشكر لأنكم فعلا إعلام وطني مسؤول، جئتم لتغطية هذا الحدث، هو في شكله نشاط عادي ينظمه بيت الصحافة كعادته كل سنة، ولكن الموضوع هو موضوع كبير وكبير جدا، لأنه موضوع يهم المغاربة جمعاء، يهم كرامة المغرب، يهم نظام المغرب، يهم دبلوماسية المغرب، فأنتم ستقومون بهذه المهمة إيصال هذه الرسالة لكل المغاربة وللمسؤولين المغاربة والإسبان على أننا هنا في المغرب لسنا تلك الطعمة الساغية في فم من لهم رغبة في امتصاص عرق المغاربة. العلاقات المغربية الإسبانية حذرة فعلا وستبقى حذرة دائما ما دامت هناك نقطة التوترات وما دامت هناك عقلية ما زالت تنظر إلى المغرب هم فوق ونحن تحت، هم في الحضارة ونحن في الأدغال. هذه الحلقة هي التي يجب أن يتفهمها الجانب الآخر من إسبانيا. من الجانب المغربي نحن متفهمون ذلك، نحن إعلام رزين نتعامل برزانة كبيرة مع كل ما يهم القضايا الإسبانية، لسنا دمية كما نلاحظ في بعض المؤسسات الإعلامية التي تشغل ضدنا، ونأسف على أن الإعلام الإسباني لا يواكب ما يقوم به الإعلام الوطني، وهذه هي البداية. بناء على ما يشرف الإعلام الإسباني ونشتغل كثيرا على الإعلام الإسباني ونعرف الإسباني جيدا فيما تفكر سياستها حكومتها الأشخاص من داخل حكومة التيار داخل أحزاب داخل الأمور.
طيب في هذا المساء سعدنا بلقاء الزميل نبيل دريوش وكتابه الجوار الحذر الذي تطرق للعلاقات المغربية الإسبانية على مدى سنوات عدة وكذلك في نقاش حول مستجدات هذه العلاقة كيف تدبر كيف تدبر إعلاميا فناقشنا من وجهة نظر كإعلاميين أيضا ككتاب طرح مجموعة من القضايا التي كانت شائكة سواء في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية في مشكل جزيرة ليلى وصولا الآن إلى الأزمة الحالية التي انفجرت مؤخرا خلال شهر أبريل الأخير والتي كانت يعني مناسبة لإعادة ترتيب الأوراق وترتيب هذه العلاقة. أعتقد الآن أنه حان الوقت لكي يعني يفتح باب من جديد لكي يكون هناك نقاش جديد في هذه العلاقة ما بين المغرب وإسبانيا، وكما قلت يجب أن يلعب الإعلاميون دور أساسي في هذه العملية، أن تكون هناك تقارب ما بين الإعلام المغربي والإعلام الإسباني وكذلك إيصال المعلومات الصحيحة والإيجابية للجانب الإسباني لكي يكون في مجموعة من المناسبات إلى جانبنا، لأن غياب الإعلام المغربي في إسبانيا هو الذي يؤدي في مجموعة من الأحيان إلى توتر هذه العلاقة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.